دابا غندوزو لواحد ضيف اخر حتى هو معنا، السي الطيب اريفي، باش يدير لنا واحد بطاقه تعريفيه على راسو يعني وعلى المسار الدراسي ديالو وكيفاش التحق بالمهنه ديال المحامي. تفضل السي الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الله سلام وبركاته وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه دائما ابدا الى يوم الدين. بدايه، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لابد ان نشيد بهذه المبادره، يعني مبادره حميده جدا، خصوصا وانها جات في ظرفيه كما جاء لسان الاستاذ، جات في واحد الظرفيه اللي هي تستهدف فئه تتواجد في مفترق الطرق. يعني انه الان التلميذ الحاصل على شهاده البكالوريا ونحن كذلك يعني غير في امد غير بعيد مررنا في هذه التجربه، يعني انه يكون امام مخاض صعب، وبالتالي مثل هذه المبادرات هي التي يعني تاخذ بيد التلميذ للوصول الى بر الامان ولتحقق طريقه للوصول الى بر الامان. هذا على سبيل الذكر. اما فيما يتعلق بالتقديم كما يعني جاء في السؤال، فالطيب إيريكي من مولد مدينة إزنيت، يعني الدراسة الابتدائية بمدرسة ابن رشد في إزنيت، مدرسة الإعدادية أو الدراسة الإعدادية في ثانوية مولاي رشيد، ثم بعد ذلك السنة الأولى في السنة الأولى مستوى ثانوي برسموكي بمدينة إزنيت كذلك، ثم السنتين الأخيرتين حصلت على إثري على شهادة البكالوريا بمسيرة ثانوية المسيرة الخضراء بإزنيت. بعد ذلك انتقلت إلى مدينة مراكش وبالضبط جامعة القاضي عياد، حيث حصلت سنة 2007 على الإجازة في القانون الخاص. بعده وغادي يجي من بعد في الأسئلة في إطار المناقشة واحد المناقشة، بعده انتقلت إلى مركز تكوين المعلمين، مركز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي، قضيت به سنة تكوين بمدينة إزنيت. بعد ذلك تم تعييني بمدينة من مدن المغرب، لم ألتحق طريقا آخر هو الطريق اللي أنا فيه دابا. بعده انتقلت إلى في مدينة إزنيت كذلك، اجتزت تمرينا لمهنة التوثيق مدته سنتين، توثيق العصري، ثم بعد ذلك اجتزت امتحان المحاماة وولجت مهنة المحاماة سنة 2000 أو دفعة سنة 2009، والآن لدي حول 11 سنة من العمل في إطار هذه المهنة، وهذا هي هذا هو المسار باختصار شديد. وفي انتظار باقي الأسئلة. الآن شكرا لكم على هذه النبذة التعريفية وشكرا على قبول الدعوة مجددا. إذا دابا غندوزو لواحد السؤال آخر، يعني غادي نمروا للمرحله الجامعيه والمرحله ديال التكوين والتدريب في هذه المهنه هذه، يعني غادي تحكيوا لينا اولا على التجربه ديالكم في هذه الفتره، وثانيا غادي تعطيو مثلا واحد النصائح او ارشادات لهاد الناس حتى هما اللي بغاو يدخلوا لهذا الميدان، وتهضروا لينا على يعني على التجربه ديالكم بالضبط. نعم. بداية يعني باش نبداو غير كما كنظن حاضرين هضرة اللغة العربية، لأن الفئة المستهدفة هي التلاميذ ديال البكالوريا وما بعد البكالوريا، يعني أنه المفروض أنه أي تلميذ كيسمع لنا دابا كيهضر العربية، ولكن العكس إذا هضرنا بالشحة ما غاديش نتمكنوا أننا أن الجميع يستفد، لأن يعني كاينين الناس تلاميذ اللي ما تعرفوش الشحة، وبالتالي هذا هو الاعتبار اللي غادي نهضر باللغه العربيه، ومره بالدارجه مره باللغه العربيه الفصحى حسب المقام. وهنا باش لان هنا نحن محتاجين لواحد اللحظه ديال التصافي وديال اننا نعطيو الحقيقه لهذا التلميذ المقبل على مرحله جديدة في حياته. هذه المرحلة دزنا منها احنا في أمد غير بعيد، وكنعرفوا بأن هذه المرحلة واحد المرحلة اللي هي أنا أمثلها شخصيا،
أمثلها بأنها ولادة ثانية. إذا كانت الولادة الطبيعية ديال الإنسانية بعد 19 أشهر من الحمل، أنا كنعتبر بأن ولادة الإنسان في المرحلة المهنية ديالو في الحياة المهنية ديالو تبتدئ من مرحلة البكالوريا. وديك الفترة ديال الحمل اللي كيديروا فيها غير كتشبيه كمثال، ديك الفترة ديال الحمل اللي يكونوا فيها التحاليل وخص التغذية تكون تغذية مزيانة وكذا باش يخرج الحمل مزيان، هي ديك الفترة ديال الثانوية يعني بشقيها اللي كيدوزوا الجهوي والوطني. باش ما كان الاعتناء بهذه الفترة كبيرا ومرتفعا بقدر ما كيكون ذاك المولود اللي هو شهادة البكالوريا كتكون واحد المولود اللي هو مولود اللي هو يعني كيعطيك الافاق اللي تقدر تمشي بها لاي حاجه بغيتيها. كما قلت بانه ما غاديش نعطي التجربه ديالي لان الحضور ديالنا هنا ما غاديش نعطيو امور اكاديميه امور نظريه، حنا عندنا تجربه حيه بغينا الناس يستافدوا منها. كانوا امور كان من لازم اننا نديروهم وما درناهمش، وكانوا امور درناهم ما خصناش نديروهم. وبالتالي الهدف ديال هذا اللايف انا كنعتقد بالنسبه لي شخصيا هو انه التجربه ديالي المتواضعه بطبيعه الحال انه الى قدرت انه يستفدوا منها الناس اللي هما مقبلون او مقبلين على الحياه بعد البكالوريا. وهنا غادي نهضروا على هنا الانتيغراسيون يعني الاندماج في المرحله. ما عرفتش الصوت مزيان تسمع مزيان دكتور. قلت بانه غادي نقولوا بانه حيت حنا دزنا في هذا الشيء في اماكن غير بعيده كما قلت، وللاسف الدراسه اللي كنقراوها في المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه لا تؤهلنا لذاك الاندماج السلس في المرحله ما بعد هذا الامر بعد البكالوريا. لان ذاك النمط اللي كنعيشوا اللي كنقراو به وحنا كنعرفوه جميع انه كتمشي والاستاذ كيملي عليك ودير اولا كبيره كذا اولا صغيره كذا وكذا ودير دفتر الملخصات دفتر كذا ودفتر كذا وفي الاخر كتمتحنوا في هاد الدفاتر. المفروض انه ماشي هذه هي الدراسه اللي خصنا نقراوها، خصنا حنا نبحثوا يكون عندنا موضوع نمشيو نبحثوا عليه ثم بعد ذلك نمشيو اننا ندوزوا فيه الامتحان وكذا باش يبقى لنا داك الشيء لينا حنايا. ما نبقاوش نقراو من اجل الامتحان، نقراو من اجل اننا نكونوا الشخصيه ديالنا نكون عندنا واحد التكوين محترم انه نعرفوا كيفاش نهضروا اي حاجه نلقاو واحد النقاش نقدروا اننا نعطيو فيه والى اخره. وهنايا اللي بغيت ننبه ليه الناس اللي غادي يجيو في الاختيار انه هذه المرحله التي هي مرحله البكالوريا او الحصول على البكالوريا كتجي المرحله الاخرى ديال الاختيار، لان هنا ستخط حياتك المستقبليه. من هنا غادي تبدا التخطيط ومن هنا غادي تبدا نقطه البدايه باش تمشي للمرحله المقبله، لان هذا الشيء اللي داز حاجه وهذا الشيء اللي جاي حاجه اخرى. وهنا ملي غادي تختار هذا الاختيار ديالك انا انصح الناس اللي كيسمعوني دابا انه ما تخلي حتى واحد ياثر لك على الاختيار ديالك، لان انا شخصيا انا اللي كنعرف الميولات ديالي وكنعرف فاش كنرتاح وكنعرف فاش نقدر نعطي. والدليل انه ملي كنقراو اي واحد منا ملي كنقراو في المرحله الاعداديه مثلا في الثانويه كتكون عندنا واحد الماده عزيزه علينا. انا مثلا كان ممكن تكون عزيزه عليا مثلا الفلسفه ولا الاجتماعيات، ولكن الرياضيات تجيني ثقيله عليا مثلا، واحد اخر جهه الرياضيات مزيانه. ويعني من هنا كتبدا المعالم ديال الشخصيه ديالك والمعالم ديال داك الشيء اللي غتعطي فيه واللي غادي تقدر انك تعطي فيه. وهنايا هذه هي اللي بغيت انه الانسان اللي كيوقف الان هذا التلميذ اللي كيوقف في هذه المرحله هذه خاصو انه يسود راسو. نعم صحيح انه كاين مساحه ديال التوجيه، سواء توجيه الابويين ديال الوالدين ولا التوجيه ديال التربوي ديال المؤسسه الى غير ذلك، ولكن هذوك يوجهوا الموهبه ديالك اللي خصك انت تعبر عليها وتدافع عليها. وملي كتقول ها شنو عندي ها شنو كيعزيز عليا وها شنو بغيت ندير ها شنو فاش كنلقى راحتي، عاد ديك الساعه كيجي الدور ديال الاب ديال الام وديال الموجه المدرسي باش يوجهك حسب هاد الميولات ديالك باش تمشي لواحد الميدان اللي انت غتعطي فيه. وهذه هي النقطه اللي بغيت انه ننبه ليها الناس اللي كيشاهدونا دابا واللي غادي يشاهدونا من بعد مادام ان هذا غادي يكون مسجل في المجموعه. وبالتالي فيما يتعلق بهذا الماده ديالنا حنايا اللي هي الماده القانونيه اون جينيرال يعني الميدان القانوني، هو واحد الميدان اللي صراحه انه كان واحد المقوله تقال بان المحامي ولد محاميا، يعني انه خاص باش تنجح في المحاماه
خاص اصلا تكون انت عزيز عليك هذه المهنه، انك تكون ملي كنتي صغير انك ملي كتشوف واحد المحامي مثلا يعني تحس بواحد الارتياح للمحامي، ملي كتشوف مثلا غير تخدم التلفازات تلقى مداوله يعجبك ذاك الجو ديال المداوله مثلا، ملي كتشوف واحد الحكم كتشوف كتمشي كتقرا، يعني هاد الامور انه كتكون فيك واحد النزعه ديال انك بغيتي تكون، ما نقولوش كاع محامي تكون حقوقي قانوني، يعني انه تجد نفسك في ميدان القانون. ملي كتكون عندك هذه الملكه وهذا هذا الامر انك تميل لهذا الامر، كن على يقين بانك مكانك محفوظ في المجال القانوني بتلويناتي، يعني سواء في الله سواء في الميدان ديال المحاماه، القضاء، المحافظه العقاريه، القياد، يعني كل هذه الميدان القانوني ممكن تمشي فيه. وبالتالي كما قلت انه كاين بعض المزالق التي يقع فيها، لان هنا كما قلت لك انا كنهضر على تجربه حيه ديالنا نحن، ماشي اننا نفونتي كل شيء، ما غاديش نجيو نختارو شي حاجه ونقولوها، لا تجربه حيه مررنا منها، احنا كنحاولوا انها نستوها ونحاولوا انه اذا كان ممكن ان القادمين وراءنا انهم يستفيدوا منها. قلت بانه المزلق انه بعد البكالوريا كتكون هناك حياه جديده، خصوصا اذا تغير مكان الدراسه، كنت مثلا في مدينه وانتقلت الى مدينه اخرى باش تمشي تقرا، هنا انك تكون امام مسؤوليه، وهنا خاصك تجلس مع راسك تقول شنو بغيت انا. هذا الانتقال ديال مثلا حنا نقولوا غير مثال حي، انه تيزنيت مثلا كنقرا في تيزنيت ديك البكالوريا في تيزنيت، ومن بعد فكرت بانه غادي نمشي مزيان في القانون نبدا شنو غادي نمشي لاكادير بنزهر بطبيعه الحال حسب الاختصاص المكاني ديال تيزنيت. ملي تمشي لتما خاصك قبل تروح واحد السؤال لنفسك، شنو هو الهدف ديالي من هذا الانتقال الى مدينه اكادير، وخاصك تضع لنفس راسك اهداف. اول هدف هو انه مشيتي تاخذ واحد الاجازه، خاصك دير في بالك بانه عندي واحد التحدي، عندي واحد 3 سنوات خصني نمشي نجيب فيها هذيك الاجازه باش ما كما كنقولوا بالدارجه باش ما انا نضرب عليها نتقاتل عليها، خصني هذيك الاجازه نجيبها في 3 سنين. وباش تجيب ديك الاجازه في 3 سنين عندها ثمن. شنو هو الثمن اللي عندها؟ انه كاينه اللي كتمشي الحياه الجامعيه، مدينه كبيره ومعارف جديده، اصدقاء جدد في حتى التلاوين، الصالحون، الصالحين شويه، الصالحين لاروب، المهم هكا غادي، يعني كتعرف كتوجه راسك شنو بغيتي. ملي كتوجه راسك لهذيك التوجيه اللي بغيتي، ديك الساعه كيسهل عليك انك ترسم الهدف ديالك، لانك كتلاقى مع ناس ما يمكن تمشي الا مع ناس اللي عندهم نفس الهدف ديالك. ما يمكنش انت جاي باش تاخذ الاجازه في 3 سنين وجاي تمشي مثلا دير صداقه مع واحد السيد هو اصلا جاي جاي للجامعه ولا المدينه كبيره باش يقول ليه با فين كاين، واش مازال ما دخلتي تليفون الو فين كاين، فين راه ود العشاء جي دخل الدار. لا، خاص نعرف بانه انا المحيط ديالي، انا ابن بيئتي، المحيط ديالي هو اللي غادي يحدد لي النجاح ديالي ولا عدم النجاح ديالي بطبيعه الحال. وهنا كما كنقول باش نختم بهذا الامر باش نخلي الاستاذ في اللي بدا ديالو، انه الخطا الذي يقع فيه اكثرنا ملي كنمشيو للكليه كنمشيو بديك الطريقه التقليديه ديال الدراسه، ما كنعرفوش باننا انتقلنا من مرحله التلمذه. هو التلمذه انني تلميذ التلمذ على يد استاذ هو اللي كيجي في الصباح كيقول لك كيدير ديك اللائحه ديال الغياب فلان 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 فلان، ومن بعد كيجي كيدير لنا واحد الدرس، من بعد كيجي يدير لنا واحد الفرض وكنجح ولا ما كنجحوش، المهم هذه مساله. هذه مرحله التلمذه، انتقلنا الى مرحله التلميذ الى مرحله الطالب، ما بقيتش انا تلميذ، ما عنديش ولاء لواحد الاستاذ معين، انا طالب، يعني انني كنقلب على العلم. ملي كنقرا واحد الماده مثلا حنا في الميدان ديالي كنقرا الماده ديال المدني، ما كنقراش عند واحد الاستاذ، واخا كنقرا عند فلان بن فلان، ولكن انا عندي شيوخ ديال المدني، عندي السنهوري، عندي الجابري، عندي كذا عندي كذا، خصني نقرا. وهنا هذا هو الخطا اللي كنطيحو فيه، اننا ملي كنمشيو خصوصا في الميدان ديالنا حنايا، ملي كنمشيو لكليه القانون كليه الحقوق، ما كنمشيوش باش ننجحوا، ملي كنقرا ما كنقراش باش ننجح ونلوح الكتاب ونقول نتسنى دوزيام سيمستر نتسنى تروازيام سيمستر وهكذا. لا، اي ماده كنقراها خصني نخلي فيها الاطراس ديالي، وخصني ناخذ فيها اكبر عدد ممكن من المعلومات، والمعلومات التي تترسخ عندي
يعني انني اتكون، يعني هذا تكوين ماشي دراسه. ما بقيناش في مرحله الدراسه، حنا ولينا في مرحله التكوين، يعني انني كنتكون وكنقرا وكن احاول ان ابدع في دراستي. علاش؟ ماشي باش ناخذ الاجازه، خصك تشوف بعيد لكي اجهز نفسي من دابا باش ندوز المباريات ديال الماستر من بعد، وباش ندوز المباريات ديال التوظيف، ديال سواء المحاماه ولا القضاء ولا اي، يعني باش تكون عندي واحد الشخصيه ديالي، شخصيه قانونيه، يكون عندي واحد الباجاج اللي هو جوريديك، اللي نقدر انني ملي نجي نسالي هذه الفتره وناخذ الاجازه ديالي، ما ناخذش اجازه اللي هي عباره عن ورقه، لا، ناخذ ورقه ولكن وراءها واحد الكم من المعلومات سيحترمني من اتحدث معه من بعد، سواء اللي غيدوز ليا يعني الكونكور ديال 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 الماستر مثلا، ولا اللي غيدوز ليا الكونكور ديال الولوج الى مهنه من المهام. خصهم ليا يسولني، ما يسولنيش ونجاوبو داك الجواب ديال الاستاذ ديالي، لا، خصني نجاوبو جواب قانوني اللي غادي يحترمني به، واللي غادي يخول ليا انني ندخل لهذيك المهنه ولا ندخل لذاك الماستر وانا مرفوع الراس هكذا. ما بغيتش نطول، غادي نخلي الكلمه للزميل ديالي ونعاود ان شاء الله. يعني غادي نحاول دابا تقربونا من المهنه بالضبط ديال المحاماه، اشنا هي المهنه ديال المحاماه، اشنا هو التصور ديالكم خلال المزاوله ديالكم هذه المهنه؟ نعم نعم من خلال هذه المشاركه هو انه نبسط الامور، ويعني كما الزميل ديالي حتى هو الاستاذ محسن حتى هو يعني قال واحد العدد ديال النصائح اللي هي مهمه جدا، نتمنى ان المستمعين انهم ياخذوها بعين الاعتبار وبجد، لانها تتضمن رساله قويه جدا، يعني ما غاديش يعرفوها الا تمعنوا وعاودوا هذا الشيء واسمعوه مزيان عاد غادي يعرفوا ماذا يقصد الاستاذ محسن بهذه الامور. وبالتالي انا غادي نهضر شويه باللغه ديال الخشيمه، لانه هذا الشيء محتاجين نحن دابا. حنا عندنا واحد الطريق بحال ملي كتبغي تسافر لواحد البلاصه اول مره كتسافر ليها، كنمشي انا مثلا في الفلسنه مثلا في الفلسنه، وغادي يجي واحد مورايا هذاك السيد اللي غادي يوصل ليها الفاس، ما كيهموش كي دايره فاس، كيهمو كيفاش غيوصل ليها بعدا، حتى يوصل ليها وعاد ديك الساعه لها هذا وقت اخر. وبالتالي غادي نهضروا على التلميذ حينما يحصل على شهادة البكالوريا ويحسم اختياره وفقا لما ذكرته سابقا، بأنه راه حسم اختياره بأنه غيمشي للقانون، ما غاديش نقولوا كيمشي للمحاماة لأن المحاماة باقي مازال شوية بكري عليها، إذا غيمشي للميدان القانوني. أول حاجة غيديرها بعد أن يحسم اختياره، لأننا كنهضروا على حسم الاختيار، لأنه تعرف القرار ديالك بأنك غادي للقانون، هذيك الساعة شنو خصك دير؟ أول حاجة هو أنه عندك واحد الشهور ديال العطلة ولا شهرين، أكيد أنه في العائلة ديالك، أكيد الأصدقاء ديالك كيعاود يرجع ليا الصوت، إذا كان ممكن ديزاكتيفي الميكرو دابا مزيان، كتسمعني مزيان؟ نسمع الصوت ديالي. شنو الصوت؟ نعم سمع. قلت بانه ملي نقرر انا خديت البكالوريا وقررت بانني نمشي لكليه الحقوق، اذا اكيد انه كاين في العائله ديالي ولا في الاصدقاء ديالي واحد السيد عنده السنه الاولى ولا السنه الثانيه ديجا سبقني انا الكليه، يعني انه عنده فكره على الكليه وعاشها سنه كامله، يعني ماشي هذه السنه اللي فاتت، لان هذه السنه راه خرجت عليها كورونا، وبالتالي غادي يكون عنده واحد الفكره على واحد الفكره غادي يهضر مع هاد السيد هذا وغادي يقول له عطيني فكره على الكليه كي دايره، وهنا غادي يبدا يسمع بانه راه الكليه ها كيفاش كنديروا، راه كاين نظام ديال المحاضرات، كنمشيو للمحاضرات كلونفي كيكون واحد العدد واحد 500 واحد ولا 600 واحد، ما بقاش بحال القسم اللي كيكونوا فيه 42 واحد، كيكون 500 واحد والاستاذ كيكون في المدرج
يكون في البلاصه ديالو وكذا، يعني كيكتشف العالم الجديد اللي غادي يمشي ليه. ثم بعد ذلك كما قلنا انه بعض التقنيات، انه هنا كاين في البدايه، وكان ما كيقولوا الناس انه من اشرقت بدايته اشرقت نهايته، يعني انه انت ملي مشيتي للكليه راه مشيتي الخدمه ديالك شنو هي، راه بديتي خدام من دابا، ولكن الخدمه ديالك هي التحصيل، هي التكوين، هي الحصول على شهاده الاجازه بمفهومها، يعني تكوينا ونجاحا وتمييزا. التمييز راه مهم، ويعني انه المطلوب منك خاصك تعرف ايها التلميذ الطالب بان مهمتك الان وانت في السنه الاولى من القانون هي الاخذ. الان المطلوب منك الاخذ، الاخذ في كل شيء، يعني من مصروف من العائله ديالك، عندك الاخذ من الاساتذه ديالك، العلم، الاخذ من جميع المجالات كتاخذ بقدر ما اخذت الان وامنت بموقعك كاخذ. من بعد ملي غادي تجي المرحله ديال العطاء غادي تعرف بانك راه خديتي واحد العدد ديال الامور، خديتي بزاف وحصلتي واحد الرصيد معين، وبالتالي غادي توصل غادي يكون عندك فاش تصرف لانك خديتي بزاف. وملي غادي يكون مطلوب منك العطاء، ملي غادي تخدم غادي يكون مطلوب منك العطاء، وغتلقى راسك بانك خديتي بزاف وغادي تعطي يعني ما يتناسب مع ما اخذته. وكما قلنا بان ديك الانسيابيه، ديك كما قلنا الانتيغراسيون في الحياه الجامعيه، الاندماج، كتبغيك انك من البدايه انك تجي بجديه واحد التقنيه بسيطه كنا كنديروها، ولكن اكتشفنا مؤخرا للاسف الشديد انه كانوا انهم اللي يكون عندك درس محاضره مثلا الاسبوع المقبل ولا غدا، مثلا نقولوا غير غدا، عندك في تنظيم القضاء مثلا في القرب، قانون القرب مثلا، غير مثلا انا كنعطي غير امثله لان ما بقيتش عاقل على المواد اللي كيقرا. الا مشيت انا في ديك الليله وخديت داك قانون القرب وقريته في واحد نص ساعه ولا في واحد ساعه، لان هذيك هي المهمه ديالي، ما نطلبش مني شي حاجه اخرى، غنقرا داك قانون القرب اليوم في هذه الليله وغدا تخيلوا معي ملي غادي نقراه اليوم ونمشي لغد ليه المحاضره، اش غايقول لي الاستاذ الدكتور المحاضر؟ غايقول لي داكشي اللي قريت البارح، يعني غادي يولي يقول لي شي حاجه اللي انا سبق لي اني طلعت عليها، وغادي يكون التلقي سهل، غنكون سهل، ماشي بحال الا جيت اول مره وانا جاي وكنتسنى هو ان يبت في العلم، ما يمكنش. غادي يعطيك واحد المصطلحات اصلا غادي تدوخ، غير تسمعهم غادي تدوخ الا ما كنتيش قريتيهم قبل المصطلحات، وغادي تقرا ملي غادي تجي غتلقى بانه كيقول شي حاجه سبق لك ان طلعت عليها، غادي يكون التلقي سهل، غادي ترتاح وانت كتسمع، لانك كتبحال لك دير ريفيزيون، دير مراجعه على داكشي اللي قريتي البارح، وهكا كتولي مرتاح وكتمشي للمحاضره النهار الاول بهذه الطريقه، لو لوندومان نفس الشيء. من بعد كتولي هذه سياستك في التعليم في التكوين، وهنا غادي تجاوز السنه الاولى اللي هي سنه اللي هي السنه الوحيده اللي ممكن انه الانسان ينجح فيها، خاصك تنجح مع انها صعبه، ماشي صعبه مستحيله ولكن صعبه. داكشي علاش من بين من باب المزاح انه كيقولوا الطلبه انه ما كتعاود غير الصلاه على النبي والسنه الاولى في الفقر، هذه كان كتقال، ولكن هذه ما الا مشيتي بهذه الطريقه اللي قلت لك انك السنه الاولى ما غاديش تعاودها، غادي تمشي وغادي تفوت السنه الاولى وغادي تلقى راسك بانك حققت واحد التكوين في السنه الاولى، خديتي لي باز، خديتي، انا اتحدث عن الطلبه ديال القانون، كتقرا المدخل لدراسه القانون، كتقرا شنو هي القاعده القانونيه، المميزات ديال القانون، القاعده القانونيه، كتقرا شنو هو العرف، كتقرا شنو هو كذا، كتقرا شنو مصادر القانون، يعني كتاخذ كتولي كدير الساس ديال البناء القانوني غادي ديال حياتك. وبالتالي ملي كتكون البدايه ديالك جديه كن على يقين بان ما سيالي غادي يجي يلقاك في الساس ويلقاك بانك عندك قابليه للتلقي، وغتلقى راسك في ذاك القانون، غتلقى راسك، يعني ملي غادي تقرا ما غاديش تحس بحال الا كتخوي الماء على الذراع، لا، تحس بانك كتقرا وكتفهم، لان ما بقيتيش خايف ذاك السنه الاولى، حيتي ذاك الشوك، حيتي ذاك يعني ذاك الشعور، حيتي ذاك التخوف من هذا القانون اللي ربما كيخاف منه بزاف الناس. وهنا واحد كإشارة بانه الناس كيقولوا بانه ما غاديش ندير القانون لانه خاص الكريف، خاص استعمل المصطلحات باش تعرفوني راه يلا خرجت من ديك المرحله، كيقول لك لا خصني الكريف، خصني نقرا، خصني نحفظ، لا، القانون ليس كذلك، القانون ما كنحفظوش، القانون نستوعبه وكنفهمه، عاد ديك الساعه كاين امور اللي كنحفظ
يرفضوها صحيح، ولكن القانون في كليته هو مبني على الفهم وعلى الاطلاع الواسع، باش ما طلعتي اكثر يعني تكون عندك سلاسه في الولوج الى المعلومه القانونيه. وبالتالي هذه هي باختصار شديد هو اخر حاجه كما قلت، بانه هنا ملي كنتقلوا من المرحله ديال التلمذه المرحله ديال طلب العلم، هنا يكون تغيير في المنهجيه لا ميثودولوجي. المنهجيه اللي كنا مولفينها ديال كما قلت ديك الساعه كتب اولا كبيره بالاحمر، كتب اولا صغيره بالاخضر وكذا، داكشي ما بقاش. كتكون امام محاضر كيعطيك محاضره، انت كتاخذ النقط الاساسيه كتمشي كتقرا في المراجع وكتكون القناعه ديالك، كتجي كدوز الامتحان كيجي بلا تيسي كتنجح. ما بقاش شي واحد كيقول لك اكتب كذا واكتب واكتب واكتب، لا، يعني اننا خاصك تقرا بمنهجيه جديده. ما تجيبش السيستم ديال الثانويه تبغي تخدم به في الجامعه، هذه غير قابله. خاصك تكونفيرتي، يعني تحول ديك المنهجيه ديالك باش تولي فالابل وتولي تكون عندك واحد القابليه انك تدخل المعلومه القضائيه او القانونيه كما ذكرت. وبالنسبه للولوج الى المهنه الى غير ذلك، غادي نخلي الزميل ديالي يهضر يقول ربما غادي يقول ان شاء الله المفيد. عبد الرحمن اذا ممكن غير تزكي بالميكرو عندك لان كنسمع الصوت بزاف، هذا ممكن. ما سمعتيش لكن ممكن تزكي بالميكرو. نحاول نعاود السؤال. لا سمعت السؤال غير بزاف. ايه واخا الميكرو كنسمع مزيان دابا سي طيب. ياك السؤال مفهوم، غير ديزاكتيف الميكرو باش ما نسمعش. انا كنسمع على هضرتك سي بون مزيان. كما قلت ونعاود نقول بانه الان ما بغيتش باش لان الفئه المستهدفه بهذا اللايف هما التلاميذ المقبلون على الحصول على شهاده البكالوريا. وبالتالي جميل جدا انه التلميذ دابا يكون عنده واحد الرؤيه انه كتعجب واحد المهنه معينه، القضاء، المحاماه، كذا الى اخره، مزيان. ولكن خاصو ان يعرف بان الوصول الى تلك المهنه راه خاصو شي مراحل قبل ذلك. وهنا اللي بغيت انا كنأكد على انه ملي نبغي نمشي للمهنه نمشي للقانون خاصني نكون اصلا مهيئ نفسيا باش نمشي للقانون، انني مرتاح فيه. وهنا ملي كنكون كاينين واحد العدد ديال التهيؤات نسميهم تهيؤات بين قوسين، لان هذا الشيء دزنا فيه دابا كنعاودو شي حاجه اللي دزنا فيه مادام اننا في اطار التصافي وفي اطار تبادل التجارب، لانه كاين واحد الاحساس ديال الاحباط بكل صراحه. انه ملي كتدخل الكليه خصوصا في ديك المرحله اللي حنا، انه كتدخل الكليه خصوصا في ديك 12 اللي كنخرجوا، كيخرج تبارك الله واحد العدد كبير من الطلبه. كتشوف واحد 800 واحد ولا 900 واحد كيخرجوا وانت واحد من دوك 800، وكتقول مع راس بانه ما هل لي موطئ قدمين بين هاد الناس هادو اللي هما راه غير ديال اللي معايا انا. يعني كاينين واحدين اخرين مورايا، وكاينين واحدين اخرين قدامي، وكاينين واحدين اخرين في الرباط، وكاينين واحدين اخرين في الدار البيضاء وفي اكادير وكذا. يعني واحد العدد كبير ديال الطلبه كيقراو نفس الماده ديالي، وكلهم حاطين عينهم على واحد من هنا اللي انا حاط عليها عيني، وما يمكنش كل ما ناخذوها غياخذها واحد العدد اللي هو محدد. هنا فين غادي خص يبدا السؤال، انه كيفاش غادي نوصل وكيفاش غنتميز بين هذه الالاف، الا ما قدرت نقول ان مئات الالاف ديال الطلبه، كيفاش نقدر نتميز وانني نوصل لذاك الهدف انني نكون محامي ولا نكون قاضي ولا نكون قائد ولا نكون عميد شرط الى غير ذلك. هنا غنعاود ناكد لانني اخاطب التلاميذ، انا ما كنخاطبش المقبلين على المحاماه باش نقول لهم شنو هي الارهاصات وشنو هو كذا. انا اخاطب التلاميذ اللي غاديين يختاروا القانون اللي غادي يقراوا به باش يوصلوا لحوايجو لديك الفتره اللي هي قبل المحاماه اكثر من ديك الفتره اللي المحاماه، باش ما نديروش بحال هذاك اللي كيشوف بعيد ونصار صوره كاين واحد الحفره تحت منه ما شافهاش وطاح في الحفره ومشى. صحيح مزيان نشوفوا بعيد، ولكن نشوفوا حتى حضر رجلينا. وبالتالي كما قلت بانه اول خطوه للولوج الى مهنه المحاماه هو التكوين والنجاح في مهنه المحاماه، هو اول ما يعني اول كل السنه الاولى بين ذلك الكم الهائل من الطلبه
ما فين كديال الكارير ديال ديال محمد، لانه في ديك اللحظه تتميز بكونك وبدراستك وبانضباطك في حضور المحاضرات وبطلاعك الواسع على الامور، هادشي كامل كيخليك انك من دابا كتبني لراسك واحد المستقبل اللي هو محترم في مهنه المحاماه. وقلت بانه المهمه ديالك الان راه هادشي اللي بغيت يفهمو هو مقبلين على الدراسه الان، المطلوب منك دابا راه ليس مطلوبا منك حتى شي حاجه اخرى الا انك تمشي تقرا. حتى والديك ملي كيصيفطوك تما راه ما صيفطوكش كيتسناوك تجيب لهم شي منفعه ولا دير لهم شي حاجه، كيتسناوك وهما عارفين بانه عندك واحد الوقت راه خصك انك خاصك تامن بان المهمه ديالك حاليا هي الاخذ، وبقدر ما اخذت راه كنكرر نفس الفكره لان هي اللي بغيت انا. الى وصلت غير هذه الفكره بارك عليا فقط، الى وصلت هذه الفكره وترسخت في اذهان المستمعين ديالنا الباقي غادي يجي سهل. وهنايا كما انه الان هناك عمل متواصل من اجل اخراج قانون المهنه جديد، يعني قانون كان تمام المهنه ديالنا هو القانون 28 يخول المحاماه باجازه، حتى اجازه عاديه ما ليس مطلوب منك لا انك تكون متميز لا تجيب شي نقطه من كبيره كذا كذا ما مطلوبش منك، ولكن بعد الى تطبق هذا القانون او هذا المشروع ديال القانون ديال مهنه المحاماه يخرج الى حي وجود ما بقيتيش غادي تدخل بالاجازه، غادي تدخل بالماستر، ولا غادي تدخل بالماستر راه خصك الاجازه ديالك تكون متميزه، تكون عندك على الاقل ميزتين او ثلاث ميزات باش تكون مقبول لاجتياز الامتحان الكتابي ديال الماستر. الا ما دخلتيش الماستر راه ما تقدريش المحاماه، خاصك من نهار تطاول رجلك الكليه ديال الحقوق خاصك تعرف بانه المطلوب منك ماشي غير تنجح، لا تنجح وبميزه، وماشي صعيب والله ماشي صعيب، راه تيقول لي انه ماشي صعيب ان فوا كتحط في راسك بان الهدف انه اللي عندما تركز جهودك في هذه المساله كن على يقين بانك سترى عجبا، سترى واحد النتائج اللي هي نتائج مبهره غادي انت غادي ترتاح بها. وبالتالي اعيد واقول بانه نهار بغيتي تمشي، يعني كاين اللي انا شخصيا ملي دخلت كليه الحقوق كنت ارى نفسي محاميا، ديك الساعه انا الهدف ديالي كان هو المحاماه ما كانش شي حاجه اخرى، يعني انه الا شفتي راسك بهكا خاصك تعرف بانه ما غاديش توصل لديك المهنه الا الى تميزتي في سميتو الدراسه ديالك وحصلتي على لي مونسيون اللي تؤهلك للدخول الى الماستر من بعد. وبعد حصولك على شهاده الماستر غادي يكون عندك الحق ان تترشح لاجتياز امتحان المحاماه وفق الشروط التي غادي هي وغادي يعني يشرحها القانون الجديد اللي غادي يخرج الحيز الوجود، يعني هذا هو اللي خاص انه يتقال. وفيما قلبناها فيما دورناها غادي نلقاو دائما بان التكوين هو الحل. حتى السؤال ديالك شنو قلتي ليا؟ قلتي ليا بانه شنو هو كيفاش غادي تميز المحامي وكيفاش غادي يمشي بعيد في المهنه ديالو وشنو هي الصعوبات اللي غادي يلقاها في العمل ديالو، هذا هو السؤال انا ما اعتقد. نعم، وبالتالي كنرجعوا نفس المهنه التكوين اللي قلت انه ملي عندك واحد الشهاده ديال الاجازه ورقه فيها اجازه وانت في داخل الفريق غادي يديروا في المحاماه، لان المطلوب في المحاماه انه ملي يكون عندك واحد الملف وتدافع عن شخص باش غادافع عليه، راه ما غاديش دير فوتوكوبي ديك الاجازه وتدفعها في الملف كجواب ولا كدفاع. ديك الاجازه كاع ما كاين غاتسولك فيها، يسالك الناس ويسالك المحكمه، تسالك المحكمه عن اوجه دفاعك. الاوجه ديال الدفاع لا تاتي ما ليست وحيا يوحى، هي نتيجة لتكوين مستمر أنك تعمر راسك بالقانون، أنك تقول بأنني أنا تزوجت بهذه المهنة، بأنني هذا القانون هذا خصني أنه يكون عندي واحد تكوين ويكون عندي واحد الباجاج اللي هو قانوني اللي يمكنني من إذا ملي نلقى واحد المحامي غير ناجح في العمل ديالو عرف بأن الضربة جاتو من قبل، جاتو من يعني التكوين ديالو ما كانش عارف ديك يعني هذيك الاهميه التكوين. وبالتالي المحامي ما تجيش بمحض الصدفه، ممكن تدخل المحاماه
ممكن انه ظرف من ظروف انك تدخلك المحاماه، ولكن ما غاديش تكون محامي. المحامي لا يكون بالصدفه، خاصك تكون محامي، يكون عندك تكوين، يكون عندك باجاج، يكون عندك واحد التاريخ، واحد المسار اللي هو شاق باش توصل لديك المهنه. وكون على يقين بقدر ما تقدمتي في المرحله ديال التحصيل، بقدر ما كتكون الكارير ديالك من بعد كتكون واحد المهنه اللي واحد النتيجه اللي هي مفرحه. واحد الحاجه غادي نقولها باش نحكم بها، انه من نهار تحط رجليك للكليه امن بحضورك، امن بحضورك. يعني هذه كنقولها بملء فم، انه ما تقولش بانه لا راه كاين كذا، راه كاين المحسوبيه، كاين هذا. نقولها ما لا، انا هادشي كامل راه داز عندنا. هذا اسلوب ديال سميتو ديال الناس اللي الهزاميين، انه تحاول ان تلقي بفشلك على واحد السبب اخر. يعني انا نمشي نقرا ونقول اسيدي هذا من هنا كاع، انا كاع هاني كاع غنمشي للقانون وهاني غننجح، ولكن النهار غندوز الامتحان ما غاديش ندير والو. لا، ماشي ما غاديش دير والو، انت معجز وما فيك ما يقرا. هذا هو السبب. ما كون كنتي باغي تقرا غادي تامن بالحضور ديالك وغادي تمشي لديك الامتحان وانت يعني واثق من نفسك، وكون على يقين بانه راك واثق من راسك وكنتي في المستوى، كون على يقين بانك ستصل كما وصل غيرك. ان كاين واحد العدد ديال الناس وصلوا لهذيك المهنه بدون اي طريقه ملتويه، وصلوا يعني مادام انه وصلوا ناس اللي هما ابناء، يعني بين قوسين ابناء الشعب، خادم الصلاح شويه ماشي هو المقصود، ولكن كما هو وصلوا هاد الناس هادو، كون على يقين بان اذا ما وصلتيش انت راه الخطا فيك والمشكل فيك انت، ماشي في الظروف وماشي في شي حاجه اخرى. يعني اذا اخلصت العمل وتيقنت في العمل ديالك وقمت بالواجب اللي عليك اللي هو الاخذ في مرحله الاخذ، كون على يقين بانك غادي توصل لهذه المهنه وغادي تعطي فيها وغادي تكون مرتاح 100% ان شاء الله تعالى. انا شخصيا مزيان قلت بانه مثلا ان المستهدف هو التلاميذ، هو التلاميذ اللي على البكالوريا، يعني على شهادات البكالوريا. غادي نعاود ناكد على واحد المساله قلناها في البدايه ديال هذا اللايف، وغادي نعاود نوصي بانه نوجه الكلام للتلميذ ولا التلميذ الحاصل او الحاصل على شهاده البكالوريا، وانه ما تخلي حتى شي واحد ياثر لك على الاختيار ديالك. نعم، كما قلت في البدايه انه راه عندك يعني عندك والدين، عندك واحد العدد ديال الناس كتصرف معهم، الموجه التربوي الى غير ذلك، ولكن لا تنسى بانه الاختيار واحد 90% ديال الاختيار انت اللي كدير، انت كتشوف راسك شنو بغيتي، والناس اللي معك يوجهونك حسب ما صرحت لهم به بانك تميل اليه باش تمشي مزيان وتختار فيه وستعطي فيه اكثر وسيعطي نتيجه احسن ويعني اضمن. واحد الامر اخر هو انه اوصي به خصوصا التلاميذ المقبلون على الميدان القانوني او المجال القانوني، هو ان يزاوجوا، اقول بان يزاوجوا بين دراستهم ما امكن، يعني في حدود الممكن ان يزاوجوا بين تكوينهم القانوني وبين التحصيل فيما يتعلق باللغات وما يتعلق بالاعلاميه الانفورماتيك. علاش؟ لان الان المغرب يتجه نحو رقمنه المحاكم والجنرال، راه بداو يعني كاين بدايه وستتطور الامر مستقبلا. يعني ان المحامي او القانوني الذي لا يحسن استعمال الاعلاميات الانفورماتيك والجنرال، كن على يقين بانه سيجد مشاكل كثيره كبيره جدا وعويصه في تواصله وفي ادائه عمله، لان ما بقاش ديك الساعه غادي نوصل لواحد المرحله ما بقاش غادي تمشي تدي واحد المقال للمحكمه وكذا وكذا وكذا، غادي تولي اي حاجه كاين واحد البلاتفورم في السيستم هو اللي غادي تخليه، هو اللي غادي تحط فيه المقال ديالك، هو اللي غادي تدي فيه الواجبه، هو اللي غادي تحط فيه المذكرات الجوابيه، غادي تستخلص، يعني غادي دير كلشي كلشي غادي يولي انفورماتيزي. بالنسبه للغه مثلا، انا نتحدث عن الاعلاميات، نتحدث عن اللغه. اذا ما كانتش عندك اللغه الفرنسيه على الاقل راه ما تقدرش تمشي في الاعلاميات، لان الاعلاميات كلها من فرنسا تقريبا،
وإذا لا بأس إذا استطاع الإنسان أنه يزوج بين العربية الفرنسية والإنجليزية سيكون أحسن، لأن المحامي، أنا غادي نهضر على المحامي، عندما يكون متقنا للقانون مكونا في القانون ومتقنا للإعلاميات ويمتلك لغتين أو لغة أو لغتين، يكون على يقين بأنه ما يقدر عليها الله سبحانه وتعالى. هذا هو الكلام اللي غادي نقول، وسأجدد شكري لهذه المبادرة على الدعوة الكريمة أولا، أنا الشرف لنا احنا الحضور، وأجدد شكري لهذا الشباب الذي تطوع لهذا الأمر، لأنه يعني استخدام هذه الوسائط الإلكترونية من أجل تقريب البعيد، يعني سبحان الله كل واحد دابا فين كاين، ونلتقي هذا اللقاء ونحاول أن نفيد ونستفيد، يعني أنه واحد الحاجة اللي هي كبيرة جدا وجميلة جدا. كنشكروا هذا الشباب الذي، وهذا هو الشباب المنتج اللي خاصه اللي كيفرح، الشباب المنتج هو الشباب الإيجابي الذي ينتج مبادرات اللي هي إيجابية تعود بالنفع، وهذا هو الشباب المعول عليه في بناء مغرب الغد إلى غير ذلك. لذلك كنشكركم وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون توفقنا إلى حد ما أن نعين هذا الناس اللي هو مقبلون على غير. قبل الختام السي الصقيب، كاين نوع السؤال يلا قريتي دابا في التعليق، أيوه إذا كان ممكن نجاوبوا عليه. قال لك واحد صديق يونس أمصار، قال لك واحد باغي يمزج ما بين القانون وإدارة الأعمال، أشنو ممكن يدير أو التخصصات في هذا الجانب هذا؟ يعني دابا ملي كنهضروا على إدارة الأعمال، إذا كنا نتحدث عن إدارة الأعمال في شقه القانوني فهو كيدخل في دروا دي زافير قانون الأعمال، وهذا هو ما خرجش بعيد على الميدان، لأنه هو جزء وفرع من فروع القانون. ولكن إذا كان إدارة الأعمال في شقها المتعلق بالاقتصاد، يعني الماناجمنت وفي لجيستيون دي زونتربريز إلى غير ذلك، فهنا أقول بأنه ربما والله أعلم أجلس تينيش لحين سنتد اللحين ولا تمون ضيوفوس جوج اللحات ما كيتجمعوش في واحد الليل، يعني أن القانون يعني خاصك تمشي فيه أنت بروحك وبشوارحك وبجسدك وبكل شيء، ويلا غدير معاه اللازم، يلا غادي تقدر أنك تمشي فيه وتعطي فيه وكذا، يعني أن تمزجه بين، يعني تقدر تمزج بين القانون وبين الانفورماتيك كما قلت ولا بين لغة أخرى، ولكن تمزجها بين القانون واحد البرونش هي اللي تعادل القانون أو تساويها، رانا غادي تكون يعني غادي ستتعب كثيرا وربما سيؤثر احدهما على الاخر، وبالتالي انا افضل لانه يكون تخصص. اذا كان هذا السيد هذا يميل الى اداره الاعمال الى الاعمال في كل هذه الامور، فهنا كاين تخصصات ديال من بعد يقرا مزيان باش ياخذ الاجازه ديالو، ومن بعد يمشي يدير واحد الماستر ديال رواد زافير القانون التجاري اللي سيمكنه من دراسه هذا الامر وهو في نفس مساره، يعني انه ما يفرقش عليه الطرقان، ماشي يمشي في واحد الطريق هكا وواحد الطريق هكا، يمشي في واحد الطريق ديال القانون ثم بعد ذلك تندمج هذا الطريق مع الطريق الاخرى اللي بغى يمشي بها، لان يعني اداره الاعمال ربما ستكون مرحله يعني متقدمه من دراسه القانون، ولكن باش ان يمزج بينهما ربما في مؤسستين مختلفتين تكونين مختلفين دو بروغرام ديفيرون، يعني برنامجين تعليميين مختلفين، اعتقد بانه سيتعب وربما ما غاديش يعطي النتيجه اللي غادي يعطيها لو تخصص في امر، لان يعني ديما التخصص ملي كيكون راه يعطي نتيجه اللي هي نتيجه قويه جدا، ونتمنى له التوفيق وان شاء الله ما يكون خير. غير كإضافة سير احمد، واحد الاضافه نسيت هذيك الساعه نسيت انا كملاحظه وربما تكون مزلقه، كيف تسمعنا السعب أحمد؟ نعم، قلت بأنه ربما تكون مزلق، أنه كنهضروا على الإختيار، يعني ديما كنهضر، يعني ذاك السؤال اللي كنهضروا على الإختيار، كنهضروا ونحن نستهدف الآن كما ذكرت، نستهدف التلاميذ المقبلين على البكالوريا، وبالتالي إذا كان الإختيار ديالو المادة معينة أن يتفادى تحت المزلق، انه كنقولوا بانه غادي ندير انا القانون لان واحد السيد من عائلتي واحد خويا واحد عمي واحد جاري واحد كذا داروا ونجح فيه، لا هذا ماشي معيار، هذا منزلق،
لانه اذا كان هو نجح فيه لانه هو كما قلنا ديك الساعه هو كيلقى في راسه، ولكن لا يعني هذا انه لقى في انه نجح هو يعني ان احتمال التبعيه هذه نجح، لا، لانه اتمنى من المقبلين على الاختيار انهم اللي بغيو يختاروا ما يختاروش على هذا الاساس كما قلت يرفعوا الرسوم، لذلك اقول بانه ما تخلي حتى شي واحد ياثر لك على الاختيار ديالك، لان واحد النسبه ديال 90% من الاختيار كترجع لك انت ولا ترجع لاي احد الا انت في الاول وفي الاخر. نعم بخصوص التعليق السيد باش هو الرقيب ديالك على هذا التعليق رقيبا على نعم انا غير ما فهمتش انه ماذا قصدك مع حياتي بالمنهجيه، واش قصدك بها المنهجيه القانونيه ديال الدراسه ولا النظام التعليمي النظام ديال التعليم؟ ما فهمتش بالضبط، لان المنهجيه القانونيه راه تتغير، لان يعني المنهجيه القانونيه باش يقراو الناس شحال هذه هي اللي مازال كاينه نفس الشيء، يعني طريقه تناول المعلومه القضائيه وطريقه ارجاعها في الامتحانات هي نفس الطريقه ونفس المنهجيه التي تختلف باختلاف المستوى بطبيعه الحال، باش ما كتزيد تتدرج في مدارج الكليه بقدر ما تسقل موهبتك في المنهجيه وفي يعني طريقه العطاء. وبخصوص انه تغيير المنهجيه بسنه بعد سنه يؤثر سلبا على مسار الطلاب، اعتقد بانه هناك بانه كما قلت سابقا بانه عندما نؤمن بان مهمتنا في هذه المرحله هي الاخذ، وهي اننا ندمج مع ذاك خصنا نتفكوش ما نفكينش، خصنا ديك الاجازه نجيبوها سواء تغير المنهاج ولا ما تغيرش، لان هذيك هي الخدمه ديالنا الوحيده، ما عندنا شي مهمه اخرى من غير اننا جئنا للكليه لكي نتكون ولكي ندرس ولكي ننجح الى غير ذلك. وبالتالي اعتقد بان حتى انا ما فهمتش المقصود بالضبط في هذا التعليق، لان حتى المحتوى القانوني عندما يتغير، لان احنا في الكليه ما كنقراوش دوك القوانين التي تتغير بسرعه، كنقراو الامور اللي هي مثلا كنقراو قانون الالتزامات والعقود، قانون الالتزامات والعقود كما هو منذ مده كما قراو فيه الناس اللي سبقونا وقبل منا وقبل منا قرينا فيه وعاودتني نقراو فيه الناس اللي قبل بعد منا حتى ياتي تعديل، وهذا التعديل ملي كيجي يتم اعاده يعني تحيين يعني المقرر، ولكن اللي كنديروا التحيين راه ما كيتضرش منه الناس القدامى، لانهما هما كيدرسوا في القانون القديم، وهذا التحيين يستفيد منه الناس اللي جايين من بعد. وبالتالي في هذه المرحله كما قلت بانه عندما تؤمن بانك انتقلت من مرحله الى مرحله اللي هي طلب العلم، اللي هي الطلب ديال العلم، يعني انك كتقرا لكي تحصل العلم ماشي باش تنجح، هنا غادي توصل النتيجة اللي ما غاديش تسنى اصلا المحتوى، وما غاديش تسنى لانك كتقرا انت اكثر من المحتوى، يعني الا كتقرا هذاك المحتوى يعني المقرر بسيط قليل، انت خصك الطموح ديالك يكون اكبر من ذلك، انك تقرا بمجموعة من المراجع باش تكون عند في قرار في نفسك ذاك التنوع ديال الاراء، واللي غادي يعطيك واحد السلاسه في الكلام ويعطيك واحد القوه في الكلام، وهذا هو الراي ديالي واضيف اكثر من ذلك. شكرا جزيلا صديقي، يعني على هذا الموضوع، يعني كيبنوا التعاليق لابدا ما يمكنش كنا نتجاوزوهم، واخا قلنا لكم في الاول غتكون غير ساعات ما بينا، ولكن خلينا نفضل. شكرا السي طيب على هذه الاضاحات، شكرا السي حسن، وان شاء الله كنتمنى اننا نجدد اللقاء مجددا ان شاء الله، وكنشكركم جزيل الشكر، الله يجزيكم بخير على هذه الاضاحات وعلى هذا النقاش هذه، وكنظن اننا وصلنا للختام، يعني شكرا بزاف اللي عندنا الرقم ديال بيزنس وورد، كيشكركم جزيل الشكر، واللي عنده مازال شي كلمه او اخيره يتفضل باختصار يقولها قبل ما نختم اللايف ديالنا. الحاجه اللي غادي نقول اخر حاجه
هو أنه في هذه المرحلة أن التلميذ يعني مشروع طالب يجب أن لا يخجل من السؤال، خصوصاً بزاف هذه المرحلة دياله يعني قبل يعني بعد حصول على البكالوريا وقبل الالتحاق الكلية، بقدر ما سأل أكثر أهل الاختصاص بقدر ما سيكون أو ستكون الرؤية لديه واضحة، بالتالي أن لا يخجل من هذا الأمر. وهذه هي نصيحة الأخيرة التي غادي نقولها، وكنشكركم على الدعوة الكريمة مجددا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، ولك الكلمة أستاذي وزميلي أحسن.